أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني من سلسلة آيات للموقنين. سوف نتأمل الكثير من حقائق الأرض والكون، حتى السماء سخرها الله لنا. حتى لو تأملنا أي ظاهرة في هذا الكون نجد أن هناك فائدة ما منها. اليوم أيها الأحبة سوف نتأمل قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ونتأمل قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذه النجوم الحقيقة تملأ الكون، حيث إن كوننا يحوي أكثر من 100 مليار مجرة، وفي كل مجرة أكثر من 100 مليار نجم. هذه النجوم هي شموس كشمسنا، لها كواكب تدور حولها أيضا، وهناك نجوم عملاقة، وهناك نجوم صغيرة، وهناك أجسام لا يعلمها إلا الله. هذه النجوم لها دورة حياة، يعني النجم يولد ثم يكبر ثم يشيخ ثم ينكمش على نفسه ويستنفذ وقوده في ظاهرة تسمى موت النجوم. هل تتخيلون معي أن هناك نجماً يهوي داخل نجم آخر؟ سبحان الله، يعني هذه أبعد ما يكون عن الخيال، ولكن العلماء رصدوا حديثاً سقوط نجم كبير في ثقب أسود، لأن الثقوب السوداء مادتها ضخمة جدا، وعندما تنفجر هذه النجوم يمكن أن تشكل ثقوبا سوداء ذات كتلة هائلة جدا تسير في هذا الكون. إذا اقترب أي نجم من هذه النجوم سوف تكنسه وسوف يهوي إليها في مركزها. هنا نرى أمامنا حركة المجرات في الكون، وكل مجرة فيها ثقوب سوداء كثيرة. انظروا إلى هذه الحركة، هذا الثقب الأسود كيف يتحرك؟ هو لا يرى طبعا، يسمى ثقبا أسودا لأنه لا يرى بسبب جاذبيته الهائلة التي يجذب فيها أي نجم. انظروا، هذا نجم مجرد اقترابه يفتته ثم يبدأ بجذبه، وهناك دوامة غازية تلتف باستمرار وترتفع درجة الحرارة لملايين الدرجات المئوية، ويبتلع هذا النجم ويختفي هذا النجم يعني خلال زمن قصير. سبحان الله، لم يكن أحد يتخيل أن النجوم تهوي وتسقط في نجوم أخرى. يعني هناك مقابر كونية في الكون، الله تعالى كيف أنبأنا عن هذه الظاهرة؟ قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يقسم تبارك وتعالى أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يضل ولم يغوي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقسم بظاهرة هي ظاهرة سقوط هذه النجوم. آيات للموقنين.
كذلك فإن الله سبحانه وتعالى أنبأ عن الثقوب السوداء عندما قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فالخنس هي الأجسام المختفية التي لا ترى، من خنس استتر وغاب، والكنس هي التي تكنس وتشفط كما نرى أمامنا، يكنس مثل شفاط تدعى مكانس كونية. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. سبحان الله، يعني كل الظواهر التي اكتشفها العلماء في مجال الكون كان للقرآن حديث عنها، حتى ما يسمى بالنجوم النيوترونية. هذه النجوم تدور وتصدر طرقات وتصدر أشعة ثاقبة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. سبحان الله، وصف لك ظاهرة بكلمات معبرة جدا وكلمات يفهمها كل البشر على مر العصور، وفيها إعجاز علمي مبهر. الحقيقة أيها الأحبة، هذه الظواهر تعتبر من أعظم الظواهر الكونية الحديثة التي تم رصدها حديثا. فظاهرة مثلا البناء الكوني، وظاهرة النسيج الكوني، وظاهرة الثقوب السوداء، وظاهرة سقوط النجوم، النجم يهوي إلى مركز ثقب أسود، وظاهرة النجم الطارق، هذه ظواهر لم نتعرف عليها إلا في أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. إذن كيف يمكن لكتاب أنزل في القرن السابع الميلادي أن يتنبأ بمثل هذه الظواهر؟ الحقيقة أيها الأحبة، يعني والله إن الإنسان لا يعجب. هذه الظواهر الكونية مثل ظاهرة الثقوب السوداء التي درسها جيدا العالم الراحل ستيفن هوكينج، وألف فيها مؤلفات أبهر العالم. ألا تستحق أن تذكر في القرآن؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. كذلك فإن ظاهرة النجم الطارق التي بحثها العلماء طويلا وتبين لهم أيضا أنها من أدق الساعات الكونية التي تصدر أصوات أو صوت طرقات لا تخطئ أبدا، أدق من أي ساعة ذرية اخترعها الإنسان. وبالتالي فإن هذا الحديث في القرآن ماذا يدل؟ يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأنه صادق في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار ربي سامع.